يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الموقف الشرعي من كلام بعض الأطباء وعلماء النفس من أن العقل محله الدماغ والمخ وأنه ليس في القلب؟ فهل كلام سهل في هذا؟ مش اللي مكلفكم بهذا محل العقل ونوفي؟ ما كلفكم الله بهذا. الإنسان فيه عقل وخلاص، وينوفيه من أنت ملزوم تبحث عنه. لكن ذكروا أن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ ومحله القلب. نعم، الله أعلم يعني. نعم.